إني أحبكم في الله، وسؤالي عن حكم التمثيل المسرحي. مسارح ما هي من عمل المسلمين، مسارح عند الكفار، ولا فيها خير ولا فيها إلا الغفلة والضحك وتضييع الوقت، فلا يليق بالمسلم أنه يشارك فيها، تجنبها، لأنها من الهزل ومن ضياع الوقت، وربما تشتمل على منكرات وليست هي من عمل المسلمين.